ديال اتاي تكبوا عليه الماء السخون، من الاحسن بلا ما تحليوه بالسكر وتشربوه نهار كامل. اما بالنسبه لهذا بوديز فيلت هذا البنات، انا كنصحكم شخصيا ما تفوتوش واحد في النهار، بالخصوص انا كناخذو قبل العشاء، يعني واحد في النهار هذا فيه مجموعه ديال الاعشاب اللي كتعاونكم انكم تفقدوا الوزن وانكم تحرقوا الدهون اللي تتكون دايره بالكرش ودايره بالجناب. هذا كما قلت لكم واحد في الليل، وهذا ملي غادي ديروا الاوردر ديالكم ولا الضمون ديالكم غادي تعطي لكم الشركه فابور. واحد القضيه اخرى اللي باغا ناكد عليها بالنسبه للبنات من طبيعه الحال اللي باغي ياخذوا لاكام، خاصكم تعرفوا بان بما ان كما قلت لكم راه لاماد فرنسيه 100 زعما كما قلت لكم لاماد فرنسيه 100% لابوغاتوار فرنسي مصنوعه مزيان، فيها واحد العشبه كما قلت لكم برازيليه اللي غنيه كذلك بالكوفيين، غادي تلاحظوا في الاستعمال ديالهم ملي كنلاحظ انا كتعطيني حتى الانرجي في النهار، كتحسي براسك اكتيف يعني كتحرك والحركه زياده على انك تاخذيهم كتعاونك انك تفقدي الوزن. والحمد لله انا غادي كنقد الوزن، هانتوما شوفوا مني كندور كيبان واحد الشريطه في حنكي، يعني وجهي تفش يعني هنايا اختي بدا كيبان، يا راه وجهي عرفتي قداش كان، واخا راه وجهي هو اخر حاجه كتضعف فيا هي وجهي. ومن طبيعه الحال من التحت راه ما نقولش لكم السراوي اللي كانوا عندي، المهم كنت نلبس 46 من 44 دابا تلبس 40 عباد الله، خاصنا ننزل 36 ونقول احرو بردت. كيف قلت لكم ممكن راكم عارفين بما انهم فرنسا وداكشي بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه شويه كيتعطلوا، راكم عارفين الديوانه وداكشي، ولكن السلعه ديالكم غتوصلكم مضمونه، يعني ما تقلقوش قولوا تبقاو تسناو تقولوا ما غيوصلناش، غتوصلكم مضمونه، عطيهم غير شويه ديال الوقت. واش درتي؟ مشى لبس الشال ديال ايمن والكبوط ديال ايمن ودار مظله وجاي، اش كدير؟ بنتي لا كنتونا هابي اوكي؟ جات معاك واحد الفريت ما نقولش لكم غدا غيمشي عليا للطاليان، غدا ايمن غيمشي مع ليفيو، مع ليفيو قال لي جلست تمشي معايا انا غادي ايوا راه غدا اختي غادي للطاليان، غدا غيقرا راه نص النهار الاول ومن بعد غيمشي يجيبوا المدرسه ومن تما غيمشيو للطاليان. انا غنقول لكم اشنو طرا ليا، بقاو على القرص غنقول لكم اش طرا ليا، ولكن ما نقدرش نعاود السطوريات، خاصني ندير لايف ونهضر ونخوي قلبي ونقول لكم اش وقع لي، راه ماشي نورمال، راه حشومه، راه شي حاجه اللي خيال علمي ولكن غنلقاو الحل بجهد الله وتسلميت ورضات الوالدين، ربي ما يخيبني وما يخيبني انا متاكده صبرت تحيه لخويا اسامه كوبنهاغن، كنت درت لك الفلتر اسامه، انت شوف درت لك الشفار وقديت لك العينين، هانت اخويا رجلت انا وايمن تنتفرجوا فيك، هانت اخويا اسامه الغزالات ديالي قلت لكم غندير لايف، ولكن والله ما قادرش نهضر غير سمحوا لي وصافي، ما قادرش قلبي مزموت، وجاني واحد الخبر اخر ثاني اليوم اكثر من داكشي اللي صادمني، صدمني خبر اخر، ملي غنولي قادره انني نهضر غادي نقول لكم بالضبط اش طاري جوج. المهم هذيك الحاجه اللي طاري ليا راه من البارح، زياده على ذلك اليوم حاجه اخرى ثاني زاد صدماتني ما تقالتش ليا حتى لاخر لحظه. المهم بلا ما نبقى نقلق فيكم حتى نتوما ونبقى نبرز لكم في راسكم، غادي نعاود لكم بالتفاصيل ان شاء الله شنو واقع. تحيه لخويا اسامه كوبنهاغن تتفوج علينا، الحنين اختي الحنين لميمه والحنين، كنتفرج اختي فيديوهاتي القدام تنشو راسي كي كنت، هادو كيعطيوني القوه انني نديسيدي ونزيد خطوه لقدام، وانني ايوا واش غنقول لكم